فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن نلبس أحذية مستوردة من بلاد الكفار، فإذا كانت من جلد لا نعلم إذا كان الحيوان ميتا بذكاة أو بغير ذكاة، فما حكم لبس مثل ذلك؟ الأصل الإباحة، ما لم تعلم أنه من ميتة فلا تستعمله، أما ما لم تعلم فالأصل الإباحة، ولا تشدد على نفسك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.